السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أصدقائي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله. درسنا لهذا اليوم عن أركان الإسلام، هيا لنتعلم معا. سنتعلم اليوم معا أركان الإسلام. للإسلام 5 أركان. أول ركن من أركان الإسلام هو الشهادتان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هيا يا أطفال لننطق معا الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بالنسبة للركن الثاني يا أصدقائي فهو ركن إقامة الصلاة، والصلاة واجبة على كل مسلم، ونحن المسلمون نصلي 5 مرات كل يوم. نصلي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. أنا أحب صلاتي وأحافظ عليها. والركن الثالث من أركان الإسلام يا أصدقائي هو إيتاء الزكاة. نقوم بإعطاء الزكاة لمن يحتاجها كالفقراء والمساكين. والزكاة يا أصدقائي تطهير للنفس وبركة للمال. إذن أصدقائي لا نبخل في إعطاء الزكاة. والركن الرابع يا أصدقاء هو صوم رمضان، والمسلمون جميعا يصومون في شهر رمضان المبارك، ويمتنعون عن الشراب والطعام من أذان الفجر حتى أذان المغرب. وما يجب أن نعرفه يا أصدقائي عن الصوم أنه مفيد جدا لصحتنا، لأنه يقي أجسادنا الكثير من الأمراض. أما عن الركن الخامس من أركان الإسلام فهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والحج المبرور يا أصدقائي جزاؤه الجنة كما بشرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن أصدقائي لقد تعلمنا معا أركان الإسلام، هيا لنذكر بها يا أصدقائي. أركان الإسلام 5 وهي الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، والحج. والآن يا أصدقائي سأعلمكم نشيدا جميلا عن أركان الإسلام، هيا استمعوا جيدا يا أصدقائي. أركان الإسلام 5، احفظها ولا تنسى، الشهادتان، الصلاة الركن الثاني، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. شكرا يا أصدقائي على حسن التتبع، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي. إلى اللقاء.